بكم على واقع الحملات الانتخابية تعيش تركيا أيامها الأخيرة قبل الاستفتاء. استفتاء بدأت نتائجه ترتسم في صناديق الخارج. أكثر من 800 ألف ناخب شاركوا حتى الساعة في تحديد مسارات بلادهم فيما سمته بوليتيكو الانتخابات الأهم على الإطلاق، فهي لا تعني الداخل فحسب بل تمثل لحظة مفصلية للأمن في أوروبا والشرق الأوسط وفق المجلة الأمريكية. الأجواء التنافسية وبرامج المرشحين ورهاناتهم نناقشها في تغطيتنا من اسطنبول تركيا بوسفور الانتخابات، ومعنا النائب السابق والمرشح عن حزب اليسار الأخضر سري سوريا أوندور. أهلا ومرحبا بك سيد سري. بداية، يعني أنت ممثل، كاتب سيناريو، مخرج، حدثنا أكثر عن مسيرتك. ما الأسباب التي دفعتك لأن تذهب من الفن إلى السياسة؟ في البداية أود أن أرحب بكم وبالمشاهدين الكرام. في الواقع كنت في مسيرة السينما وكنت مخرجا، وعملت أيضا في بعض الصحف ككاتب للمقالات، وكانت في الواقع كتابات سياسية، وكانت لدي خلفية سياسية منذ سنوات، وبالتالي فأنا لا أعده انتقالا وتغييرا في المسيرة، بل إنه في نفس الأمر أو في السياسة ما زلت مستمرا، ولكن في مجال مختلف. كما تعلمون بلادنا قد مرت بأزمنة حرجة في السابق، ومع الأسف لم نستطع أن نكسب بلادنا الديمقراطية الكاملة، وبالتالي كانت علينا مسؤوليات مهمة من هذه الناحية، ولم أستطع أن أهرب من هذه المسؤولية. يعني البيئة أيضا التي نشأت بها كان لها دور ربما بتوجهاتك لأن تكون يعني فعليا جزء لا يتجزأ من السياسة في تركيا، من العملية السياسية؟ بالتأكيد الوسط الذي كنت أتواجد به، فمثلا في 12 أيلول في 1980 كنت في الحبس، وكنت طالبا في الجامعة، ثم بعد ذلك كانت مسألة الأكراد في تركيا قد تحولت إلى مسألة ونزاع مسلح، وأثر بشكل كبير على تركيا بشكل عام، وأثر على أجندة الأعمال في السياسة التركية. فقدت الكثير من الأرواح من الشباب في تركيا، وكذلك أضيع الكثير من الوقت بالنسبة لبلادنا، فتح الطريق أمام الكثير من الأمور السلبية. لم يكن من المناسب أن أكون بعيد عن هذا الأمر، وبالتالي قد وقفت إلى جانب السياسة الكردية. أنا تركي ولكنني وقفت إلى جانب الأكراد لكي أدعمهم في السياسة، وأري الطريق أمامهم، وهكذا رجحت هذا الطريق. نعم، طيب اسمح لنا قبل أن نتوسع أكثر في الحوار وحتى عن تغييرك لمواقفك وترشحك، على الرغم من أنك لا تحب أن تكون عضوا في البرلمان، ولكن قبل ذلك نذهب في جولة أخبار سريعة ومن ثم نتحدث أكثر. إذا أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن كشف بترولي ضخم جنوب شرقي تركيا، من المنتظر أن يصل حجم إنتاجه اليومي إلى 100 ألف برميل. جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال مراسم افتتاح مجموعة من المشاريع في مدينة قونيا وسط البلاد. وأكد أردوغان أن تركيا ستصبح بعد الآن دولة مصدرة للطاقة، مضيفا أن حكومته تعمل جاهدة من أجل تحرير تركيا من الاعتماد على الطاقة من الخارج. الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي في تركيا بروين بولدان ردت على إعلان أردوغان إنتاج طائرات تركية مقاتلة جديدة، وقالت بولدان إن الشعب التركي لا يحتاج إلى حروب
أو قنابل تمطر من طائرات مقاتلة في غياب سياسات السلام. ووصفت بولدان خطاب أردوغان بالعار والخطيئة. في الأثناء تتواصل عملية التصويت للناخبين الأتراك المسجلين في الخارج عند البوابات الحدودية مع اليونان وبلغاريا. ومنذ انطلاق عملية التصويت في المعابر الجمركية في 27 من الشهر الماضي، أدلى نحو 2600 شخص في المعابر عند اليونان وبلغاريا بأصواتهم. وتستمر عملية التصويت عند المعابر الجمركية الأوروبية حتى الساعة 5 من مساء يوم 14 من أيار مايو الحالي. على خط سياسي آخر، أكد وزير الخارجية التركي أن انسحاب الجيش التركي من سوريا طلب غير واقعي قبل تحقيق الاستقرار هناك. ولفت إلى أن وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا قد يجتمعون في موسكو يوم الأربعاء المقبل. أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أنه يجري التخطيط لاجتماع وزراء دفاع تركيا وروسيا وأوكرانيا خلال هذا الأسبوع. وأضاف أكار أن الاجتماع سيعقد في مدينة إسطنبول يوم الجمعة المقبل بهدف مناقشة اتفاقية تصدير الحبوب. إذن من جديد إليك أستاذ سيد سري، وأسألك بالفعل، يعني أردوغان لديه الكثير من أوراق القوة التي يمتلكها ويعلن عنها مرة بعد أخرى، إعلانه عن كشف بترولي ضخم وأن تركيا ستصبح أيضا دولة مصدرة للطاقة، أيضا يعني الدور الذي تلعبه تركيا الآن في السياسة الخارجية لا سيما في الحرب في أوكرانيا. في المقابل، يعني ما الذي تملكه المعارضة لمنافسة هذه الأوراق لدى أردوغان؟ في الواقع هناك مسألتين مهمتين في البلاد، هي الحريات وكذلك الأمر الثاني هو ما تم وضعه بأنه أمور جيدة من صناعات وغير ذلك. هذه الأمور كلها يرى بأنها قوة أردوغان، ولكن في الواقع هذه ليست قوة له، على العكس تماما. إن الأمور القوية لدى المعارضة هي أنها تعد بحل المسألة الكردية واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل حل هذه المسألة، وإن بلادنا ليست غنية في الواقع، وأن جميع هذه الموارد التي الخاصة لبلادنا لا يمكن إنفاقها على الجانب العسكري. وبالنسبة للدفاعات الصناعة الجوية والصناعية وغير ذلك، وإنما علينا أن نقوم بإنفاق هذه الموارد من أجل الشعب. وبالتالي فإن إبراز مثل هذه الأمور كقوة إنما هو إيهام للناخبين بالقوة، وهذا على العكس تماما. وعندما ننظر إلى الأمر بشكل عام فإننا لدينا الكثير من المشاكل في داخل التركي، وعلينا أن نقوم بحل هذه المشاكل. وانطلاقا من هذا المفهوم فإن تركيا لن يتم انفاذها بهذه الموارد الطاقة وكذلك بالصناعات الدفاعية وغير ذلك. علينا أن ننقذ تركيا بالسلام، بتحقيق السلام الداخلي وكذلك بتحقيق الديمقراطية، وهذا هو ما يميز المعارضة التي تعد بهذين الأمرين. إن القوة التي يهمه لنا الحزب الحاكم هو لا ينعكس على طاولة الشعب، فإن الشعب كثير منهم فقراء وتحت خط الفقر، وهناك مشاكل لهذا الشعب، وبالتالي لا يمكن الحديث عن هذا الأمر في الواقع وهذه القوة. نعم، طيب الآن أيضا سيد سري نذهب
لرصد آخر التطورات مع مفادين إلى مناطق مختلفة من تركيا. ينضم إلينا الآن من عثمانية حسين السيد ومن بوردور فرح عمر. أهلا بكما. أبدأ معك حسين السيد، يعني أطلعنا أكثر، وضعنا في أجواء عثمانية وأجواء الانتخابات بها وتوزيع المقاعد. نعم يارا، يعني دعينا نبدأ أولا بالحديث عن هذه الولاية وطبيعة هذه الولاية. هذه الولاية التي تعد يعني خزان زراعي هنا في جنوب شرق تركيا. محيط هذه المدينة وهذه الولاية يمتلئ بالسهول الزراعية. الناس هنا تعتمد بشكل كبير على الزراعة بشكل أساسي. يعني هذه الولاية ولاية عثمانية أصلا كانت تابعة لولاية أضنة، ولكنها يعني فصلت عنها وأصبحت ولاية مستقلة عام 1996. في هذه الولاية يارا نحن نتحدث عن 4 مقاعد فقط يتنافس عليها الأحزاب، بين الأحزاب الحاكمة وأيضا المعارضة هنا في عثمانية. يعني دعينا نقول يارا أن هذه الولاية وهذه المدينة تعد مسقط رأس زعيم حزب الحركة القومية دولة بهشلي، الذي هو مرشح هنا أيضا. يعني بالرغم من أن عدد النواب هنا 4 فقط، يعني يخوض حزب الحركة القومية بزعيمه كمرشح هنا في ولاية عثمانية. أيضا حزب العدالة والتنمية رشح هنا وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية هنا. لذلك هذه الشخصيات التي تنزل على قوائم الأحزاب الحاكمة هنا في عثمانية تدل على احتدام المنافسة. يعني تعني لهم كل مدينة وكل ولاية وكل مقعد هنا في تركيا يعني الكثير للأحزاب، إذا كان الأحزاب المعارضة وأيضا الأحزاب الحاكمة. دعينا نقول يارا أن هذه المدينة برغم صغرها يعني وعدد سكانها لا يتجاوز 500,000، تمتلئ بالأعلام، تمتلئ يعني الحملات الانتخابية في كل مكان تنتشر هنا، يعني أكثر صراحة من أي مدينة زرناها في جنوب شرق تركيا. تبدو المنافسة هنا قوية جدا، ربما لأن حزب العدالة والتنمية والحركة القومية تحديدا الحركة القومية أساسها ومركزها هنا في جنوب شرق تركيا. نحن نتحدث عن 4 مقاعد إذن كان يسيطر عليها في عام 2018، يعني مقعدان لحزب العدالة والتنمية ومقعد لحزب الحركة القومية ومقعد أيضا لحزب الشعب الجمهوري المعارض هنا. هذه الانتخابات بقوة هنا في ولاية عثمانية، وهي يعني ترشح كما قلنا أسماء بارزة هنا في المدينة. نعم، شكرا جزيلا لك حسين السيد. إذن يعني كان في مدينة عثمانية مقعدان لحزب العدالة والتنمية. في هذه الانتخابات أي أهمية لمدينة عثمانية حتى وإن كانت تمتلك فقط 4 مقاعد في البرلمان، ويعني في ظل احتدام التنافس الانتخابي فيها أيضا مع وجود الحركة القومية أيضا، لمن تميل اليوم عثمانية بحسب استطلاعات الرأي وبحسب الجولات الانتخابية؟ Sayın Bahçeli'nin memleketidir orası. كما أشرتم أن عثمانية مدينة سيد باهچلي، وأن حزب العدالة والتنمية قد امتنعت عن تخرج مرشح لها في العثمانية وترك ذلك لسيد دولة باهچلي. وأنا أرى بأن حزب الحركة القومية دخلت الانتخابات في عثمانية بشكل مستقل، وكان الجميع يقولون يتحدثون عن هذا الأمر في خاصة في عثمانية، وأنا أعتقد بأن عثمانية سوف تكون غالبيتها من حزب الحركة القومية، ولكن على خلاف ذلك فإن المنافسة ستكون محتدمة في كافة الولايات الأخرى، لأن هناك استقطاب كبير في السياسة
في تركيا، وهذا ما تسبب به الحزب الحاكم باستقطاب الشعب وباتهام الطرف الآخر بمختلف الاتهامات. ولهذا السبب فإن الانتقال من حزب إلى حزب آخر من جهة الناخبين قليل جدا، ولكن كما تعلمون إن بلادنا في هذه الانتخابات سوف بعد هذه الانتخابات سوف ننتقل إلى المئوية الثانية لجمهورية تركيا، ونحن نأمل بأن تنتقل إلى إصلاح في الديمقراطية. طيب أيضا سنذهب إلى بوردر وفرح عمر. مرحبا فرح، تفاصيل هذه المدينة من حيث عدد المقاعد والتحالفات. تحية لك يارا ولضيفك ولجميع المشاهدين. نحن الآن في مدينة بوردر وهي تعتبر إحدى ولايات منطقة البحر الأبيض المتوسط. منطقة البحر الأبيض المتوسط تشمل 8 ولايات ولها 74 مقعدا في البرلمان التركي. هذه الولايات يعني تختلف بطبيعة الحال بالنسبة إلى تأييدها. بعض هذه الولايات تؤيد حزب العدالة والتنمية ككهرمان مرعش وسبارتا وبوردر حيث أنا متواجدة الآن، وبعضها الآخر يؤيد الحركة القومية ك مدينة عثمانية التي تحدث عنها الزميل حسين السيد، وأيضا مدينة أضنة، وبعضها الآخر مؤيد لحزب الشعب الجمهوري كمدينة هاتاي ومدينة أنطاليا. وفي انتخابات عام 2018 استطاع حزب العدالة والتنمية أن يأخذ أكبر نسبة من عدد المقاعد هنا، حيث وصل عدد المقاعد التي حظي بها إلى 33 مقعدا في البرلمان و 19 مقعدا لحزب الشعب الجمهوري، 8 مقاعد للحركة القومية و 8 مقاعد أيضا لحزب الجيد و6 مقاعد لحزب الشعوب الديمقراطي. إذا ما أردنا الحديث عن مدينة بوردر بالتحديد حيث أنا متواجدة الآن، هذه المدينة التي تحظى ب3 مقاعد برلمانية وهي تعد أحد أبرز معاقل حزب العدالة والتنمية، حيث حصد في انتخابات عام 2018 على مقعدين فيها بفارق 20% بينه وبين حزب الشعب الجمهوري الذي حصل على مقعد واحد، رغم أنه كان متحالفا مع حزبي الجيد والسعادة، إلا أنه يعني برغم هذا التحالف الذي كان يشكله تحالف الأمة حينها لم يستطع الحصول إلا على مقعد واحد، نظرا إلى الحيثية الكبيرة التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية في هذه المدينة. فكيف الآن مع التحالفات الجديدة وانقسام الحزب حزب الشعب الجمهوري وأيضا حزب الجيد في قوائمهما البرلمانية، حيث يقود كل منهما يعني الانتخابات البرلمانية بقوائمه الخاصة. طبعا هذه الحيثية التي كنت أتحدث عنها عن حزب العدالة والتنمية والتأييد الكبير له هنا في مدينة بوردر انعكس بطبيعة الحال أيضا على الانتخابات الرئاسية الماضية، حيث حصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 54% من الأصوات هنا في مدينة بوردر، ولكن للمفارقة أن حزب العدالة والتنمية خسر الانتخابات البلدية في هذه المدينة، حيث يعني كان الفرق بينه وبين حزب الشعب مرشح حزب الشعب الجمهوري حينها 10% فقط، حيث حصل حزب الشعب الجمهوري أو مرشح حزب الشعب الجمهوري حينها على 53% من أصوات مدينة بوردر، نعم، مقابل 43 لصالح مرشح، نعم، حزب العدالة والتنمية. هذا إن دل على شيء فهو يدل على خيار الناخب التركي بداية بالمرشح ومن ثم بالحزب الذي ينتمي إليه. رغم العدد القليل من المقاعد التي يعني تحظى به هنا مدينة بوردر، إلا أن لهذه المقاعد أهمية كبيرة للأحزاب المتنافسة. حزب العدالة والتنمية يسعى إلى الحفاظ على مقاعده ويعني زيادة عدد أو رصيده في البرلمان التركي، نعم، في المناطق الأخرى، نعم، الخارجة عن سيطرته، نعم. وحزب الشعب الجمهوري وأحزاب المعارض تسعى إلى الحصول على أكبر عدد من المقاعد لأجل زيادة رصيدها في البرلمان التركي أيضا يارا. شكرا، كل الشكر لك فرح عمر مفدة الميادين إلى بوردر. أيضا شكرا جزيلا لك حسين السيد مفدة الميادين إلى عثمانية. يعني أستاذ سري، أريد أن أسألك لندخل أكثر ونتحدث أكثر عن المعارضة، عن حزب اليسار وحزب الشعوب، أيضا اليسار الأخضر وحزب الشعوب الديمقراطي. أنت كنت ضد الترشح للانتخابات وضد عضوية البرلمان، وتقول بأنه يعني مواصفات النائب في البرلمان هي لا تشبه طبيعتك، ثم غيرت رأيك وترشحت. ما الذي دفعك لتغيير رأيك وللترشح؟
benim söylediğimin tam kapsamı şu. أود أن أقول بأن ما أشرت إليه عندما نحكي عن السياسة في تركيا فإن الجميع يفهم الأمر بأنه عضو في يعني يكون الأمر شخص عضو في البرلمان، ولكن في الواقع الفن وغير ذلك كلها مجالات يمكن أن نستمر بالسياسة في مثل هذه المجالات. هذا الأمر كان تقييم خاص فيني، وهذا الأمر كنت أيضا عشت بعض الأزمات الصحية، وبالتالي لم أرد أن أكون عضوا في البرلمان بعد أن كنت عضوا فيه لثلاثة فترات، ثم تركت الأمر برضاي التام واستمرت بالعمل في المجال الفني وغير ذلك. ولكن البلاد وصلت إلى مرحلة مفصلية حاليا، نحن سوف ننتقل إلى العهد الثاني أو المئوية الثانية لتركيا، وبالتالي فإن تركيا لا تتحمل النزاعات الحالية وهناك مشاكل لم يتم حلها. علينا أن نوجد طريقا سالكا وأن نحل هذه المشاكل، وبالتالي فإن الزملاء في المعارضة قادرة على حل هذه المشاكل فعليا. هذا التحالف للمعارضة هل هو قوي بما يكفي ومتين لتجاوز الخلافات وإن فازت هي قادرة على الاستمرار؟ كما أشرتم بالفعل فإن المعارضة إن اتفقوا وإن توافقوا على ما قاموا به فإنهم سوف يكونون أقوياء بالفعل، وهذا الأمر هو الذي دفعني إلى التوجه مرة أخرى لكي يكون مرشحا، لأن هناك كانت المسألة الكردية التي استمرت لثلاث سنوات وكنت عضوا في هذه المذاكرات أو في المسألة الكردية، وكنت إلى جانب حزبي. تتحدث عن جهود السلام؟ عفوا. نعم بالطبع، نعم أتحدث عن جهود السلام، وإن العهد الجديد في البرلمان التركي سوف يكون فعالا في ما يتعلق بهذه المشاكل. عندما نأتي إلى سؤالكم مرة أخرى، إن المعارضة نجاح المعارضة في حل هذه المشاكل أو عدم نجاحه يتعلق بالاتفاق والتحالف القوي بين بعضهم البعض، خاصة فيما يتعلق بالمشاكل الرئيسية. وأنا أرى بأن المعارضة سوف تكون ناجحة فيما يتعلق بحل هذه المشاكل، لأننا وصلنا إلى دائرة مغلقة تتكرر هذه المشاكل ونحن لا نستطيع الذهاب إلى أي طريق. طيب. أيضا هو حاضر في حزب الشعوب الديمقراطي، هو حاضر في الانتخابات في قوائم اليسار الأخضر، ما الذي يطرحه حزب الشعوب الديمقراطي وعلى ما بنى خياراته في المنافسة الحالية؟ نتابع في التقرير التالي. أهلا بكم. مع اكتمال خريطة التحالفات السياسية لخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا، تتجه الأنظار إلى حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر الأحزاب في البرلمان التركي الحالي. فالحزب الذي قرر عدم تقديم مرشح رئاسي للمرة الأولى في تاريخه لم يعلن رسميا حتى الآن دعمه لأي مرشح، برغم أن خطوته هذه فهمت ضمنا على أنها دعم لمرشح الطاولة السداسية كمال كليتشدار أوغلو. ويشترط حزب الشعوب الديمقراطي على المرشح الرئاسي الذي يسعى إلى استقطاب أصوات مؤيديه من الكرد أن يتعهد تنفيذ عدد من المطالب، وعلى رأسها الإفراج عن قادته المسجونين وتأمين نظام حكم ذاتي للشعب الكردي ومنع حظر الحزب وقضايا أخرى.
دعم حزب الشعوب الديمقراطي لكليتشدار أوغلو إن حدث بأنه يعزز فرص تقارب نسب الأصوات بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظرا للقاعدة الجماهيرية التي يتمتع بها الحزب. لكن في الوقت نفسه قد لا يضمن الحزب مشاركة جميع مؤيديه في التصويت في الانتخابات الرئاسية لأسباب تتعلق بانقسام آراء أحزاب الطاولة السداسية تجاه حزب الشعوب الديمقراطي. فالخلافات بين هذه الأحزاب وتحديدا بين حزبي الجيد والشعب الجمهوري تتلخص في الضمانات المقدمة إلى حزب الشعوب مقابل دعم مرشح الطاولة السداسية للرئاسة التركية. من هنا يبرز دور حزب الشعوب الديمقراطي في كونه لاعبا له ثقله في تحديد هوية الرئيس التركي المقبل، أو كما يصفه المراقبون بأنه بيضة القبان في الانتخابات الرئاسية التركية. أستاذ سري، يعني حزب الشعوب الديمقراطي ترشح على قوائم اليسار الأخضر، لماذا؟ ما هو مصير هذا الحزب الشعوب الديمقراطي؟ هل سيبقى أم سيلغى؟ لأنه بحسب السياسة الحالية فإنه الأحزاب التي كانت أكثر من 10 أحزاب قد تم إغلاقها مع الأسف في السابق، وهناك تهديد بإغلاق هذا الحزب في الدعاوى المرفوعة ضدها، وبالتالي فإن هذه الدعاوي المرفوعة كانت دعاوي سياسية لا تعتمد على أي أدلة موضوعية، وبالتالي فإننا قد دخلنا هذه الانتخابات تحت سقف حزب اليسار الأخضر، وهم يدعمون أيضا الحرية وكذلك الديمقراطية، وبالتالي فإن الحزب اليسار الأخضر يؤوي هؤلاء الديمقراطيين وكذلك الممثلين من النساء في هذا الحزب، هم كثر، وبالتالي فإن كود قد قرر دخول الانتخابات. ما هو برنامج حزب اليسار الأخضر؟ ما هي حظوظه أصلا بالفوز اليوم؟ المسألة الأولى كما أشرت سابقا هو حل هذه المشاكل الكثيرة التي تعترض تركيا، خاصة المسألة الكردية، ونحن نعلم بأن هذه المشاكل لن نستطيع أن نحلها إلا بالديمقراطية، ولكن نحن نأمل أن نحل بالديمقراطية الحقيقية التي يتشارك فيها الكل. الأمر الآخر أن تركيا لديها ثقافات مختلفة، وبالتالي فإن الإدارة المركزية لن تستطيع أن تحل المشاكل، بل قد تتسبب بزيادة عدد المشاكل. فمثلا في الزلزال الأخير الذي حصل في تركيا فإن وكان هناك تنظيم واحد يأخذ تعليماته وأوامره من شخص واحد من أجل إنقاذ عشرات الآلاف من الناس، ومع الأسف هناك الكثير منهم قد توفوا تحت الأنقاض بسبب سوء التنظيم. الأمر الآخر، نحن نود أن نقوي الإدارات المحلية أيضا، ونحن نرى هذه خطوة ديمقراطية في المستقبل، ولكن مع الأسف هذا على خلاف ذلك في القانون التركي. ماذا تتوقعون من محكمة الدستور بخصوص الدعوة المرفوعة أيضا على حزب الشعوب الديمقراطي؟ في الواقع أنه عندما تبدأ التحول الديمقراطي في تركيا فإن هذه المحاكم سوف تتغير مواقفها في يوم واحد بعد ذهاب هذا الحزب الحاكم. نرى بأن هناك ضغط على هذه المحاكم من أجل رفع مثل هذه الدعاوي، أن الوضع سوف يستمر إذا لم يذهب الحزب الحاكم. أستاذ سري،
ابقى معنا مشاهدينا، ابقوا معنا فاصل قصير ونعود بعده ونستكمل الحوار مع ضيفنا المرشح عن حزب اليسار الأخضر السيد سري سوريا. بكم من جديد معنا في هذه الساعة السيد سري سوريا أوندور، نائب سابق ومرشح عن حزب اليسار الأخضر. بين الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي سخونة الحملات الانتخابية حاضرة بقوة، وتختلف فيها المقاربات والزوايا. جولتنا اليومية على عناوين الصحف وأيضا على مواقع الأونلاين، في مواقع الأونلاين سيقدمها لنا الزميل هادي أحطيط. أهلا بك هادي، ولكن نبدأ كالعادة من الصحف، ونبدأها من صحيفة حريات. وعن الرقم القياسي لناخبي الخارج تحدثت الصحيفة مؤكدة أن هؤلاء أبدوا اهتماما كبيرا بالانتخابات، وأبرزت في عنوان آخر مسألة توفير الكهرباء لمليوني شخص من الشمس. صحيفة مليات أيضا، هذه الصحيفة ركزت على عصر جديد في الطاقة كما عنونت حول اكتشاف البترول في منطقة جابار. كذلك نقلت كلام مرشحي تحالف الشعب كمال كليشدار أوغلو، الذي قال أمام أنصاره إن الديمقراطية أو أمام أنصاره إن الديمقراطية أصبحت تحت الأقدام وفق تعبيره. من جهتها أوردت صحيفة يني شفق كلام الرئيس رجب طيب أردوغان، والذي قال فيه إن كليشدار أوغلو يتحدث مثل حديث حزب الشعوب الديمقراطي. أما صحيفة جمهورية فنشرت مقالا حول ما وصفته باستمرار سياسة الإيهام بالانقلاب، وتحدثت في مقال آخر عن التضخم قائلة إن أكل اللحم أصبح خيالا. إذن كانت هذه أبرز عناوين الصحف. ولكن سيد سري، أهلا بك مجددا. هناك تبادل بالاتهامات بين الرئيس رجب طيب أردوغان وأيضا بين رئيس تحالف الشعب كمال كليشدار أوغلو، واتهامات متكررة بأنه هناك من كليشدار أوغلو بأنه يمكن أن يكون هناك تلاعب بنتائج الانتخابات في هذه الانتخابات، وبالتالي إلى أي مدى فعليا قد يلجأ الرئيس التركي وحزب العدالة والتنمية إلى ذلك، وما هي خيارات المعارضة إن حصل؟ في الواقع أرى بأن أردوغان من الصعب عليه أن ينتصر في هذه الانتخابات بسبب بعض الأسباب، منها في السنوات الخمسة الأخيرة فإنه قد فقد كثير من البلديات المهمة، فقد الانتخابات، فمثلا بوردور وكذلك مدن أخرى كما ذكرتم في التقرير وذكر مراسلكم، فإننا نرى هبوطا في عدد المصوتين لحزب العدالة والتنمية، وليس هناك قطاع من الشعب أو يتجهون إلى حزب العدالة والتنمية. ولكن في مقابل ذلك هناك أيضا مدن أخرى، وكما أشرتم قبل قليل إن الناس لا يستطيعون أن يأكلوا اللحم، وكذلك الأزمات الاقتصادية وغير ذلك كلها أثرت على الناس، وهناك الأغنياء محدودين في البلاد. كل هذه الأمور أدت إلى فقدان الارتباط الشعب بحزب العدالة والتنمية.
التنمية احتمال كبير في الجولة الأولى أو في الجولة الثانية، فإن حزب العدالة والتنمية قد تخسر في هذه الانتخابات. هذه الأمور سوف تنتظر واتهامات سوف تستمر. هذه الاتهامات أيضا التي تطلق على إمكانية التلاعب بالانتخابات سيحدثنا أكثر عنها الزميل هادي احتاط في جولته على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا هادي. صباح الخير لك يارا وللمشاهدين ولضيفك. سننطلق من الموضوع الذي كنتم تتكلمون فيه. ففي تغريدة على تويتر حازت على أكثر من 21 مليون قراءة، حذر المرشح الرئاسي المعارض كمال كليتشدار أوغلو مسؤولين حكوميين أتراك من أي محاولة للتلاعب بتفضيلات الناخبين عبر الإنترنت في الأيام الأخيرة قبل الانتخابات. غرد كليتشدار أوغلو قائلا: بقي يومان حتى الأيام العشرة الأخيرة قبل الانتخابات، اسمحوا لي أن أقدم تحذيري الأخير. فخر الدين ألتون وسرهات وزملاؤهما شاتاي وإفرين سيقودكم عالم الويب المظلم الذي تحاولون التعامل معه إلى أيدي المخابرات الأجنبية. إن لعبة كامبريدج أناليتيكا تفوق قدرتكم أيها الأولاد. هذا هو تحذيري النهائي. وقد أشار يارا كليتشدار أوغلو في هذه التغريدة إلى فضيحة كامبريدج أناليتيكا عام 2018 التي تم فيها اختراق ملايين الحسابات الأمريكية والبريطانية خلال الانتخابات في محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات. فخر الدين بالمناسبة نعرف بمن ذكرهم كمال كليتشدار أوغلو في التغريدة. ففخر الدين ألتون هو رئيس وحدة الاتصالات في الرئاسة التركية، سرهات أوغلو هو يرأس إدارة معالجة البيانات، وجاتاي أوزدامير وإفرين بشار هما مساعدين لفخر الدين ألتون. من جهته رد الأخير ألتون على كليتشدار أوغلو في رسالة مباشرة وقال في تغريدة نالت أيضا أكثر من 4 مليون قراءة: عزيزي كليتشدار أوغلو، أود أن أذكركم أنه في هذه المرحلة تقع المسؤولية عليكم وليس على وكالتكم التي تتلقون منها خدمة من الخارج، من خارج البلاد. حماية المصالح العليا لدولتنا وأمتنا ليست مسؤولية الحكومة فحسب، بل هي أيضا مسؤولية المعارضة. كنا البارحة أشرنا إلى استخدام كليتشدار أوغلو لشركة دعائية لحملة انتخابية من خارج، هي نفس الشركة التي استخدمها بايدن وأوباما في حملتهم الانتخابية. وقبل أيام في مقابلة مع فاينانشال تايمز قال كليتشدار أوغلو أنه لا يثق بالمجلس الأعلى للانتخابات ولقد يتدخل بعد الإدلاء بالأصوات، كما حذر في تجمع في 29 نيسان الماضي من أن الحكومة قد تنخرط بأعمال قذرة قبل 10 أيام من الانتخابات. وعقب هذا السجال بين أوغلو وألتون بدأت وسائل إعلام تركية بمعارضة بالتحذير من أن الحكومة تستعد لإطلاق حملة تستهدف التأثير في الانتخابات تحت اسم حملة الأيام العشرة الأخيرة، هكذا أصبح يرمز لها. ونحن نراقب هذا التفاعل الآن، يبدو أنه سوف يزداد سخونة مع الأيام بسبب التنافس على الانتخابات. كل ما اقتربنا أكثر من موعد الاقتراع ويوم الانتخابات 14 من أيار. نختم أيضا مع هذه التغريدة لسليمان سويلو وهو وزير الدفاع التركي، وزير الداخلية التركي، الذي وعد بإزالة إعلان لمنتجات العناية بالشعر متهما هذا الإعلان ومن وراءه بأنه يروج للمثلية. وسويلو الذي كان يتحدث خلال اجتماع انتخابي في غازي عثمان باشا أشار إلى إعلان تجاري لشركة أوربن كير للمنتجات العناية بالشعر قائلا أنه يروج للدعاية المثلية. وأضاف سويلو: هذه هي النقطة التي يريدون دفع تركيا إليها، متهما المعارضة بنشر هذه الدعاية. واتهم الوزير مرشح المعارضة للرئاسة كليتشدار أوغلو بأنه يعد بالترحيب بالتوجه بهذه التوجهات وأنه سيسمح بزواج المثليين إذا تم انتخابه رئيسا. وعلى فكرة منذ دقائق فقط غرد كليتشدار أوغلو فيما اعتبره ناشطون أنه رد غير مباشر على سويلو، خاصة أنه استخدم عبارات مشابهة لما قاله سويلو. فقد شارك مقطعا لأردوغان يقول فيه أن أولئك الذين ليس لديهم دين ولا علم ولا دعوة للصلاة يؤيدون السيد كمال. وقد علق أوغلو: هذه هي العتبة التي علينا عبورها أيها الشباب، وللأسف لا يمكن أن تكون بدونكم. هذه كانت جولتنا اليوم. شكرا جزيلا لك هادي احتيت على هذه الجولة السريعة والشاملة. أستاذ سري، يعني أريد منك تعليق بالتحديد على الجزئية الأخيرة ربما وعن وضع الحريات الفردية في تركيا، خاصة وأنه يعني الجانبان، الحزب الحاكم حزب العدالة والتنمية، تحالف الجمهور، تحالف الشعب،
يولون هذه المسألة أهمية كبيرة، على الرغم من أنه أيضا هناك مسائل أخرى وأنت تطرقت إليها، وحتى الصحف التركية وهي غلاء الأسعار والوضع الاقتصادي السيء وتراجع الوضع المعيشي، كيف تعلق على هذا السجال؟ في الواقع إن هذا الأمر عندما نقول بأنه من طرفان فإنه أمر مغاير تماما. في الواقع إن الحكومة تنظر إلى هذا الأمر بشكل مخالف عما يقوله. فمثلا هناك تجاوزات ضد الأطفال، ولكن الحكومة لم تتعامل مع هذه القضية بشكل حساس، بل لم تدخل الحكومة في جهد من أجل حل هذه المعضلة، من أجل حماية الأطفال ومن أجل حماية النساء. الحكومة لا تقترب إلى هذا الأمر من هذه الناحية. هناك بعض القوانين كلها تدل على ذلك، وبالتالي لا يمكن أن نقول بأن هناك طرفان. إن المعارضة أيضا لديها ليست لها هذا الأمر، وإنما هي تدافع عن حريات فقط. وبالتالي فإنني أقول بأن الحرية لا يمكن المساومة عليها، نحن ندافع دائما عن الحريات. 11 ولاية في جنوب تركيا حصل فيها حزب الشعوب الديمقراطية على أغلبية الأصوات خلال الانتخابات الأخيرة، مناطق تحظى بأهمية خاصة بالنسبة إلى الحزب ومنافسيه على حد سواء. منطقة جنوب شرقي تركيا خزان حزب الشعوب الديمقراطي الانتخابي. هنا تطغى الأغلبية الكردية، يرى جزء كبير منها في حزب الشعوب ممثلا لمطالبه. ساهم ذلك في إيصال 67 نائبا للحزب إلى البرلمان التركي، مشكلا ثالث أكبر قوة سياسية في البلاد. هنا في ولاية ديار بكر التي توصف بقلعة الكرد وعاصمتهم، حضور قوي لحزب الشعوب. 9 مقاعد من أصل 12 فاز بها الحزب في مقابل 3 مقاعد لحزب العدالة والتنمية وحلفائه. نحن نمثل صوت الشعب الكردي من الناحية السياسية ونوصل مطالبه إلى الأطراف الأخرى. بهذا الشكل نحصل على أصواتهم. نريد حل القضية الكردية عن طريق العمل السياسي، ونعتمد في حزبنا على الديمقراطية، لهذا السبب يصوتون لنا. لا يقتصر حضور حزب الشعوب على ديار بكر، بل يمتد إلى 11 محافظة أبرزها ماردين وشرناق وهكاري وفان وآجري. تمكن في انتخابات 2015 و2018 من انتزاع العدد الأكبر من مقاعد البرلمان، على الرغم من التحديات التي واجهها ولا سيما في الاستحقاق الأخير. عام 2018 كان هناك ضغوط من قبل السلطة على الشعب، إذ قامت بتصعيد الصراع في المنطقة بكاملها. للأسف أدى ذلك إلى عزوف كثيرين عن التصويت، لكن الآن في هذه الانتخابات هناك غضب جماهيري سينعكس إقبالا كبيرا على الصناديق. لجأ حزب الشعوب في الانتخابات الحالية إلى إجراء جديد خشية الحظر بسبب الدعاوى المقامة عليه، فقرر ترشيح عدد من نوابه على لوائح حزب اليسار الأخضر كي لا يحضر ويمنع من دخول السباق الانتخابي. يصر حزب الشعوب الديمقراطي على خوض الانتخابات بكل قوة وتحقيق نتائج غير مسبوقة من خلال عمله لإعادة الزخم إلى الشارع التركي، منطلقا من شعار ضرورة تغيير السلطة. حسين السيد، ديار بكر، الميادين. إذن سيد سيري، حزب الشعوب الديمقراطي حصل على أغلبية الأصوات في الانتخابات الأخيرة في مناطق
يعني فيها يتمركز الأكراد. في بداية يعني ما هي هذه المناطق والمحافظات التي تعد معقلة للأكراد، ولماذا تتمركز في أقصى جنوب الشرقي للبلاد لتركيا؟ إن هذه المناطق هي مناطق تواجد فيها الأكراد بكثرة في هذه المناطق، ولكن كما تعلمون هناك أيضا نسبة كبيرة من أصوات الأكراد في المدن الأخرى غير المدن الجنوبية في تركيا. طيب اليوم أنت تتحدث وتقول بأنه يعني هناك واحدة من الأزمات في تركيا وهي الانقسام العمودي في تركيا، والذي عززته الحكومات المتعاقبة، حكومات حزب العدالة والتنمية خلال تواجدهم فيها. هل قادر المعارضة اليوم على حل هذه الأزمة بتنوعاتها أم لا؟ في الواقع نحن لا نكفل لأي من الطرفين أن يحلوا هذه المسألة، ولكن مع الأسف هذه الحكومة أثبتت مدة 20 سنة بأنها لن تستطيع أن تحل هذه المشكلة، وحتى أنها قد تواجهت ضد الأكراد وضغطت عليهم. لكن المعارضة يمكنها أن تكون إلى جانب الأكراد، فالإدارة المحلية التي تدعمها المعارضة تكون فعالة في هذا الأمر. نحن قد كسبنا في البلديات، ولكن الحكومة الحالية قد ضغطت على هذه البلديات وعزلت رؤساء البلديات، مع أنها قد تم انتخابها من قبل الشعب، وبالتالي فإنني سوف أحترم نتاج هذه الانتخابات وأدعم المعارضة التي قالت بأنها سوف ترفع من مسألة القيوم أو حل رؤساء البلديات. بالإضافة إلى ذلك هناك بيانات لهم فيما يتعلق بالحريات وغير ذلك. النتائج سوف تكون فعالة. احتمال كبير نعم في الجولة الأولى، ولكن حتى لو لم تنتهي في الجولة الأولى فإن رجب طيب أردوغان سوف يخسر. كل الشكر لك. أو قبل أن نشكرك، لدينا وقت لنأخذ أيضا التلكاري، وهو فن صياغة الذهب والفضة الذي تشتهر به ماردين وميديات. هذا الفن ولد في الحضارة السريانية قبل 3000 عام قبل الميلاد، ولا يزال أهالي ماردين يحافظون على هذه الحرفة التقليدية ويحرصون على تعليمها أيضا للأجيال الجديدة. الحياكة ترتبط عادة بنسج خيوط صوفية أو قطنية، لكن أهالي هذه المنطقة يشتهرون بحياكة من نوع آخر، هي حياكة الذهب والفضة. هذا الفن يسمى التلكاري. هذه المهنة قائمة فقط في حضارة ما بين نهري دجلة والفرات، تصنع هنا وتوزع إلى المدن المجاورة. ثمة كثير من السريان في سوريا والعراق يصنعون التلكاري، لكن أصل هذه المهنة بدأ على يد السريان في ماردين وميديات. بيروق ورث فن التلكاري أبا عن جد، ويعمل بها منذ 47 عاما. يرى أن حياكة التلكاري ممتعة جدا، تتيح له تجسيد روح ثقافته الضاربة في أعماق التاريخ من خلال هذه الأسلاك الثمينة وتخليد المعاني والرموز الجميلة للسريان الأوائل. نحن نعيش في بلاد ما بين النهرين، تعكس هذه المنتجات الموروث الشعبي والثقافي. على سبيل المثال الطاووس يعد أحد رموز الأيزيديين المهمة،
وهو يرمز إلى ملاك يمثل الحياة الخالدة، كما تدل الفاكهة والرمان تحديداً على الخصب ودورة الميلاد. أما شهرمان فهي كلمة كردية وتعني رأس الثعابين، وهي تجسد أسطورة خيانة الإنسان لنفسه. جواهر التلكاري إذن التي تحاكي القصص الأسطورية والمعتقدات القديمة لكثير من الحضارات التي سكنت هنا منذ آلاف السنين، أضحت بكثرة محلها تزين هذا السوق الذي يعد الشريان الاقتصادي والسياحي الأهم في مردين. وللمحافظة على هذه الحرفة التقليدية تنظم البلديات في مردين ومدياد دورات تدريبية مستمرة لتعليم هذا الفن للأجيال الجديدة. عمر كايد، مردين، جنوب شرق تركيا، الميادين. بتعليق يعني مقتضب وسريع استاذ سري، هذا الفن يعني اليوم ايضا يعني اي اهميه يشكل من ضمن كل ما تتميز به تركيا على تنوعاتها واختلافاتها؟ في الواقع إن هذا الأمر يتعلق ما قبل الميلاد بثلاثة آلاف سنة، وهذا الأمر ما زال مستمرا إلى يومنا هذا، حيث أن الفضة يتم إجراؤه وكذلك القيام بهذا الفن. هناك الوطن الرئيسي لهذا الفن هو مدياد التابعة لماردين كما أشرتم في هذا التقرير، وبالتالي فإن له ماض تاريخي عريق في الواقع، وقد تكاربت عليه الأجيال المختلفة، ثقافات مختلفة انعكست على هذا الفن منذ القدم، وبالتالي لها آثار كبيرة، وهي صناعة يدوية 100% تماما دون الذهاب إلى التكنولوجيا أبدا. ومع الأسف قد قل عدد الفنانون لهذا الأمر. كل الشكر لك سيد سري سوريا أوندر، النائب السابق والمرشح عن حزب اليسار الأخضر في هذه الانتخابات. شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، ألقاكم مجددا عند الساعة الواحدة أيضا، وساعة حوارية جديدة عن تركيا بوسفور الانتخابات. ونختم معكم من هذه الصور لبرج غلاطة والقريب من أيضا البوسفور والمطل عليه، هذا البرج الجميل والمعلم التاريخي. إلى اللقاء.